اسبانيا عاد سنين، يعني 8 سنين اللي عنده في 2017 فاش بدات الدراسه، ولقينا راه نص نتاع الضيعه. الوغ كيف كتعرفوا ان اركان كيتميز بواحد التنوع هائل على جد على عده مستويات، وحنا خدمنا هاد نميتريزيو ولا نتحكموا شويه هاد التنوع باش الفلاح ملي غادي تعطيه الشتائل يعرف اشنو عنده ويضرب التنبؤات تاعو على ود الانتاجيه في سميتو بالنسبه للي فخوي ولا بالنسبه للزيت. وهاد الانماط كل وحده وكيفاش كتميز كل نوع وعنده صفات نتاعو، سواء بالنسبه للكاركتيرستيك تكنيك نتاعو ولا كوندويت اللي خاص يخدم بها بالنسبه للانتاجيه والرفع من المنتوجين من الزيت ومن الافياش. حنا اليوم في هذا المهرجان الدولي لظلال اركان صدد تقديم نتائج البحث العلمي حول طرق انتاج شتائل اركان، الطرق التقليديه والطرق العصريه، وكذلك الانطلاق من الاصناف اللي تصل بها المعهد الوطني حاليا واللي تم تدريجها في الكتالوج اوفيسيال مع الانصاف 2022. وكيف كنعرفوا ان كاينين 6 الانواع مع واحد البولينيزاتور اللي حاليا تم اتفاقيات شراكه بالنسبه للتسويق لهذه الشتائل مع البيبينيغيست سورتو البيبينيغ مينرات الحوز. وفي صدد هذا اليوم تم تقديم نتائج كذلك البحث العلمي اللي خدامين فيها في شراكه اتفاقيات البحث العلمي مع الشريك تاعنا لونسوا، وتم تقديم طرق المواكبه سواء بالنسبه لانتاج الشتائل من لا سير حتى لا ترونسبلونطاسيون تيران اللي خاص الفلاح يعرف كيفاش، لان من بعد يتم تسليم هاد لي بلاتفورم اللي فيهم لي بروجي تاع الاركان الفلاحي للفلاح ولا الجمعيات ولا لي كوبيراتيف، وكيفاش خصو يواكبوا ويعاونوا في الانتاج الاركان الفلاحي بصفه عامه. وكتربط اصلا هاد الشق اللي قدمت اليوم على مستوى الانتاج، مستوى السقي، مستوى التصبير، واش اركان محتاج هادشي كله، وكذلك الامراض اللي كتبان من بعد في سميتو في هاد الاركان الفلاحي. وشكرا. بالنسبه لشجره الاركان او المنظومه الغابويه لشجره الاركان فهي واحد النموذج ديال التنميه المستدامه، وكذلك نموذج للتنوع البيولوجي، وكذلك نموذج ل تتبع التغيرات المناخية، بحكم أنها الشجرة المباركة فهي شجرة متعددة الوظائف، عندها أدوار اقتصادية اجتماعية ثقافية وكذلك بيئية، وكذلك تتميز بواحد التنوع البيولوجي بحيث أن المنظومة هذه كتوفر على عدة أصناف بين النباتات العطرية والطبية اللي كتستعمل في التطبيب التقليدي، وكذلك تتواجد بها اصناف من التيديات اللي كتساهم في التخليف ديال 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 الاركان كليكيروي السنجاب الانزيد. كذلك تتميز هذه الشجره بالصمود، ان هي واحد المنظومه اللي كتقدر يعني تخلف انطلاقا يعني من المؤهلات ديالها. إتر هاد السنوات ديال الجفاف اللي تعرفها بلادنا فإن هاد الشجرة هادي راه كتقاوم، وحنا في التدخلات ديالنا راه كنعتمدوا على الخصوصية ديال هاد الشجرة في التدخلات ديالنا في مكافحة ظاهرة التصحر فيما يخص الخلف ديال شجر الأركان، يعني المحيطات يعني والمنظومات اللي متدهورة اللي عندها واحد الكثافة ديال 5 ديال الأشجار في الهكتار حتى 40 شجرة في الهكتار. وكذلك تنقوم بمكافحة التعرية، بنحافظوا على التربة وكذلك تعبئة المياه، كما هذه التدخلات كنلقاوهم حتى عند السكينة المحلية عبر الخبرة ديالها، كنلقاوهم كيديروا التحواض باش يحافظوا على الانجراف، تنلقاوهم
كذلك باش يحافظوا على تكون التعبئه ديال الفرشه المائيه، كذلك تيديروا التشفار ديال الاشجار باش يقلموها باش تعطي الانتاجيه ديال الشجره. اذا كمفهوم ملي كنهضروا على الاركان كنهضروا على الحميه ديال المحيط الحيوي.